بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين. باب منصوبات الأسماء. المنصوبات 15 وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أهله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فقد انتهينا من المرفوعات. قلنا بأن الاسم إذا دخل في الجملة إما أن يكون مرفوعا وإما أن يكون منصوبا وإما أن يكون مخفوضا، والشيخ بدأ بالمرفوعات وبينا السبب في ذلك، وقلنا بأن المرفوعات هي أركان الإسلام، هي أركان الإسلام، معنى ذلك أنها عمد، والعمد جمع للعمدة، والعمدة ما لا يستثنى عنه في الكلام، ما لا يستثنى عنه في الكلام. فإذا قلت جاء زيد فزيد فاعل لا يستثنى عنه، وإذا قلت ضرب زيد زيد نائب فاعل لا يستثنى عنه، إذا قلت زيد قائم زيد مبتدأ لا يستثنى عنه، وقائم خبر لا يستثنى عنه. العمل هذه لا يستثنى عنها. من هنا صدر الشيخ أو قدم الشيخ باب المرفوعات وأخر المنصوبات. لماذا؟ لأنها فضلات غالبا، والفضلات جمع للفضلة، والفضلة ما يصح الاستغناء عنه غالبا، ما يصح الاستغناء عنه غالبا. الفضلات هذه تكون منصوبة، وقلنا لأن الفضلات لأن المنصوبات فضلات غالبا لنحترز من اسم إن، لأنك تقول إن زيدا قائم، فزيد هذا منصوب وهو ليس مبتدا وإنما هو عمدة، وتقول كان زيد قائما، قائما خبر كان وليس بفضلة وإنما هو عمدة. من هنا قلنا بأن المنصوبات فضلات غالبا، يعني في الغالب أن تكون الفضلة أن يكون المنصوب فضلة، وقد يكون المنصوب عمدة. هذا واضح؟ إذن الشيخ بدأ بماذا؟ بالمرفوعات، وثنى بالمنصوبات. لماذا؟ لأن المنصوبات فضلات غالبا، ويؤخر المخفوضات، يؤخر المخفوضات. لماذا؟ لأن المخفوضات تتردد بين العمدية وبين الفضلية، بين العمدية وبين الفضلية. إذا قلت جاء غلام زيد، جاء غلام زيد، زيد مخفوض، غلام عمدة، إذا زيد عمدة. إذا قلت رأيت غلام زيد، غلام مفعول به، فضلة، إذا زيد فضلة. إذا المخفوضات تتردد بين العمدية وبين الفضلية. من هنا أخر المخفوضات وثنى بالمنصوبات، ويقول باب منصوبات الأسماء، يعني الأسماء التي تكون منصوبة. هذه الأسماء يقول عنها بأنها 15. الأول المفعول به، المفعول به يكون منصوبا، تقول ضربت زيدا، وزيدا مفعول به منصوب بضربت. والثاني المصدر، والمقصود بالمصدر هنا المفعول المطلق، المقصود بالمصدر هنا المفعول المطلق، تقول ضربت زيدا ضربا، ضربت زيدا ضربا، فضرب مفعول المطلق وهو ايضا منصوب. وكذلك ظرف زمان يكون ايضا منصوبا، تقول صمت يوما، ويوما ظرف زمان منصوب. وكذلك ظرف المكان يكون ايضا منصوبا، تقول جلست فوق تحت الشجره، فتحت ظرف مكان منصوب. وكذلك الحال يكون منصوبا، تقول جاء زيد راكبا. وكذلك التمييز يكون منصوبا، تقول اشتريت 20
كتابا منصوب، وكذلك المستثنى في بعض أحواله كقولك جاء تلاميذه إلا زيدا، هو هذا منصوب. وكذلك اسم الله النافية للجنس هذا أيضا يكون منصوبا كقولك لا طالب علم منقوص. وكذلك المنادى يكون منصوبا كقولك يا عبد الله، عبد منصوب. وكذلك المفعول من أجله كقولك جئتك رغبة في العلم. وكذلك المفعول معه يكون منصوبا كقولك سرت والنيل والنيل. وكذلك خبر كان وأخواتها كقولك كان زيد قائما. وكذلك اسم إن وأخواتها كقولك إن زيدا قائم. وكذلك تابع لمنصوب يكون أيضا منصوبا، هذا تابع إما أن يكون نعتا كقولك رأيت رجلا صالحا، وإما أن يكون عطفا كقولك رأيت زيدا وعمرا، وإما أن يكون توكيدا كقولك رأيت زيدا نفسه، وإما أن يكون بدلا كقولك رأيت أخاك زيدا. إذا نظرنا إلى المنصوبات التي ذكرها الشيخ كم هي؟ هي 14 منصوبا، وقد قال المنصوبات 15، وفي العد نجد 14 منصوبا. إذا الشراح الأجرمية اختلفوا في ذلك، في التعليل ذلك. منهم من يرى بأن واحدا سقط، لأن واحدا لأن منصوبا سقط. المنصوب عليه سقط ما هو؟ منهم من يقول ظن وأخوات، ومنهم من يقول ما الهجازية، يعني خبر ما الهجازية، لأننا تقول ما زيد كريما، ما هذا بشرا، بشرا منصوب، ما هنا هجازية، إذا هذا اسم ما الهجازية. إذا خبر ما الهجازية يكون منصوبا، وهذا المنصوب هو الذي أراد الشيء أن يذكره، ولكنه سقط منه سهوا. ومنهم من يقول بأن الذي سقط هو مفعولا ظن وأخواتها، تقول ظننت زيدا قائما، ولكن رد ذلك بأن الشيخ ذكر المفعول به، ومفعولا ظن هذا داخل في المفعول به، في المفعول به. ومنهم من يقول من يرى بأنه لم يسقط شيء، لم يسقط شيء، وأن الشيخ ذكر ظرف زمان وظرف مكان، إذا نعد ظرف زمان وظرف مكان شيئا واحدا، شيئا واحدا. وكذلك نعد خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها شيئا واحدا. ثم في التوابع نفصل، نرد كل من النعت والعطف والتوكيد والبدل 4 أشياء. قلنا هذا، وعلى ذلك نقول المفعول به 1، المصدر 2، ظرف زمان وظرف مكان 3، الحال 4، التمييز 5، المستثنى 6، اسم الله 7، المنادى 8، المفعول من أجله 9، المفعول معه 10، اسم كان وأخواتها وخبر اسم خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها كان 11، والنعت لا 12، والعطف 13، والتوجيه والبدل 15. تفهمون هذا؟ ولكننا قلنا بأن هذا ليس ظاهر النص، ليس ظاهر النص، لأنه في المرفوعات عد التابع شيئا واحدا، ولم يذكر هذا التفصيل، هذا واضح؟ نعم. إذا المنصوبات كم هي؟ سنتعرض لـ 14، لأن الشيخ لم يذكر إلا 14. وهذا الدرس نشرحه حتى ينتبه أكثر، تفهمون هذا؟ لأن الأصلية كسرت أمس، كسرت لا سابق لها، تفهمون هذا؟ وهذا يعني أن هناك غموضا، ها؟
أن هناك غموض. إذا نبدأ بماذا؟ ببال المذكور به. اقرأ هذا الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومك وعلوم شيخنا في الدارين. باب المذكور به، وهو اسم المنصوب الذي يقع به الفعل، نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس، وهو اسمان ظاهر ومضمر. الظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر اسمان متصل ومنفصل. فالمتصل اثنى عشر، وهي ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. والمنفصل اثنى عشر، وهي إيايا وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياكما وإياه وإياكن. إذن الأول باب المفعول به. باب المفعول به، المفعول به الأول المنصوبات، أول المنصوبات. وأنت من اسم أو من هذا المصطلح تستطيع أن تعرف المقصود، أو من المعنى اللغوي تستطيع أن تعرف المعنى الاصطلاحي المفعول به، يعني المفعول به الذي وقع عليه الفعل، الذي وقع عليه الفعل. تقول ضرب زيد عمرا، عمرا هذا يسمى مفعولا به. لماذا؟ لأنه وقع عليه فعل الفاعل. الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل يسمى مفعولا به. هذا الاسم يكون منصوبا، يكون منصوبا، لا يكون مفعولا ولا مجرورا. هذا الاسم هو الذي يقع عليه فعل الفاعل. تقول ضرب زيد عمرا، يقول الشيخ هو الاسم المنصوب الذي وقع عليه، الذي وقع به الفعل. معنى به هنا عليه، به هنا بمعنى عليه. نحو قولك ضربت زيدا، زيدا هذا مفعول به، وقع عليه فعل الفاعل. أين فعل الفاعل؟ الضرب وقع على زيد. إذن زيد هذا يسمى مفعولا به، تجده اسما وتجده أيضا منصوبا. هذا واضح؟ وكقولك ركبت الفرس، الفرس مفعول به، منصوب بركبت، وقع عليه فعل الفاعل. إذا المفعول به قد يكون عاقلا كقولك ضربت زيدا، وقد يكون غير عاقل كقولك ركبت الفرس. هذا واضح؟ الذي ينصب المفعول به، الذي يعمل فيه النصب، دائما يكون فعلا متعديا، يكون دائما فعلا متعديا. وهو الفعل المتعدي الذي يتعدى الى المفعول به، يتجاوز الفاعل الى المفعول به. يعني الفعل اما ان يكون متعديا واما ان يكون لازما. اللازم كقولك فرح زيد، جلس زيد، هذا يسمى فعلا لازما. لماذا؟ لانه يلزم الفاعل ولا يجاوزه الى المفعول به. اما الفعل المتعدي فهذا يتعدى الفاعل الى المفعول به. وهذا الفعل اما ان يتعدى الى مفعول زيد واحد، واما ان يتعدى الى مفعولين، واما ان يتعدى الى ثلاث مفاعيل. الذي يفصل مفعول به دائما يكون فعلا متعديا. فان كان متعديا اما ان يكون متعديا الى مفعول به واحد، كقولك ضربت زيدا، هذا يتعدى الى مفعول به واحد. واما ان يتعدى الى مفعولين، وهذا الذي يتعدى الى مفعولين ينقسم الى قسمين، ينقسم الى قسمين. اما ان يكون اصل، اما ان يكون اصل المفعولين مبتدا وخبرا، واما ان لا يكون اصل المفعولين مبتدا وخبرا. ما معنى هذا الكلام؟ فانت اذا كنت مثلا ظننت زيدا قائما، ظننت زيدا قائما، ظننت فعل وفاعل، وزيدا مفعول به اول، وقائما مفعول به ثاني. ظن هذا يتعدى الى مفعولين اصلهما مبتدا وخبر، لان يعني هذا مر في الباب السابق.
باب العوامل الداخلة للمبطل والخبر. قلنا بأن صدر أخواتها لا تدخل إلا للمبطل والخبر. لا تدخل إلا للمبطل والخبر. وقد علمنا بأن المبطل رفض، وقد علمنا بأن الخبر رفض. فإذا قلت ظننت زيدا قائما، ظننت فعل وفاعل، وزيدا مفعول به أول، وقائما مفعول به ثاني. وسنجد بأن كل من المفعولين رفض. إذا كان كل من المفعولين ركنا فلا يصح الاستغناء عن أحد المفعولين. لا يجوز أن أقول ظننت زيدا ثم أسكت، لابد من أن أذكر المفعول به الثاني. لماذا؟ لأن المفعول به الثاني وإن كان منصوبا فإنه في الأصل ركن، لأنه كان خبرا للمبتدأ. فكما لا تستغني عن الخبر، كذلك لا تستغني عن المفعول به الثاني في قولك ظننت زيدا قائما. إذن الذي يصير مفعولين إما أن يكون المفعولان مبتدأ وخبر في الأصل، وإما أن يكون المفعولان ليس مبتدأ ولا خبر، كقولك أعطيت زيدا مالا. زيدا مفعول به أول، ومالا مفعول به ثاني. انظر إلى المفعول به الأول وإلى الثاني حتى تستطيع أن تصنع منهما جملة مفيدة. لا يمكن أن تقول زيد مال، هذا لا يقال. إذن المفعولان هنا ليس أصلهما مبتدأ ولا خبر. إذن وعلى ذلك يصح أن تحذف المفعول به الثاني، لأن تقول أعطيت زيدا. تفهمون هذا؟ بخلاف قولك ظننت زيدا قائما، انظر إلى المفعولين أصلهما مبتدا وخبر، لأنك تستطيع أن تصنع منهما جملة مفيدة، فتقول زيد قائم. إذا ماذا كيف المدرك بأن أصل المفعولين مبتدا وخبر؟ إذا استطعت أن تصنع من المفعولين جملة مفيدة فأصل المفعولين مبتدا وخبر. ولا يصح أن تكتفي بالمفعول به الأول، لابد من أن تذكر المفعول به الثاني. وانظر إلى المفعولين، إذا رأيت بأنك لا تستطيع أن تصنع منهما جملة مفيدة، إذا أصل المفعولين ليس مبتدأ ولا خبر، كقولك أعطيت زيدا مالا. تفهمون هذا؟ إذا ما ينصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر ظن وأخواته. ظن، حسب، خال، زعم، وجد، علم، رأى، جعل، اتخذ، سمع، يعني هذه هي التي ذكرناها أو التي سبق ذكرها. تفهمون هذا؟ أصلهما مبتدا وخبر. من الذي ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدا ولا خبرا؟ سأل، أعطى، منح، كسوت زيدا ثوبا، وما إلى ذلك. هي أفعال كثيرة، ولكن الفعل الذي ينصب مفعولا به واحدا هذا أحسن، هذا كثير جدا من كلام العرب. وهناك أفعال تنصب ثلاثة مفاعيل، كقولك أعطيت زيدا، تقول أعلمت زيدا النحو نافعا. أعلمت فعل وفاعل، زيدا مفعول به أول، النحو مفعول به ثاني، نافعا مفعول به ثالث. إذن الذي يصب المفعول به دائما يكون متعديا، وهذا الفعل المتعدي إما أن يتعدى إلى مفعول به واحد وإما أن يتعدى إلى مفعولين. والذي يتعدى إلى مفعولين يقسم إلى قسمين، ما أصلهما مبتدأ وخبر، وما ليس أصلهما مبتدأ ولا خبرا. والفرق بينهما أن ما أصله مبتدأ وخبر لا يصح الانتفاء بالمفعول به الأول، لابد أن تذكر المفعول به الثاني، بخلاف ما ليس أصله مبتدأ ولا خبرا، فيصح الاستغناء عن أحد المفعولين. هذا واضح؟ المفعول به هذا ينقسم إلى قسمين، إلى ظاهر وإلى مضمر. الظاهر ما دل على مسماه بدون قرينة تكلم ولا خطاب ولا هيبة، بدون قرينة تكلم ولا خطاب ولا هيبة.
لأن كل ما ليس ضميرا يسمى اسما ظاهرا، يسمى اسما ظاهرا. فالشيخ ماذا يقول؟ فالظاهر ما تقدم ذكره، ما تقدم ذكره. لك أن تقول لأن الضمير هنا ما تقدم ذكره هو قوله طلقت زيدا ورحلت الفرس، لك أن تقول ذلك. ولك أن تقول ما تقدم ذكره في باب الفاعل، لأنه في باب الفاعل فصل ذكر ماذا؟ الظاهر. وظاهر ذلك كان عشر، ما المال والمضارع كان 20، ولكن إذا نظرنا إلى الفاعل فقط هذا كان على 10. فتقول ضرب ضربت زيدا، ضربت الزيدين، ضربت الزيدين، ضربت الرجال، ضربت هندا، ضربت الهندين، ضربت الهندات، ضربت أخاك، ضربت غلامي. كم هي؟ 10. تفهمنا هذا؟ إذن هذا الظاهر قد يكون منصوبا بفتحة ظاهرة كقولك ضربت زيدا، المفعول به منصوب بضربت وعلامة نصبه فتحة ظاهرة، وقد يكون منصوبا بفتحة مقدرة إما لتعظم كقولك ضربت الفتى، فالفتى مفعول به منصوب بضربت وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعظم. إما أن يكون منصوبا بفتحة مقدرة بالمناسبة كقولك ضربت غلامي، فغلامي مفعول به منصوب بضربت وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بكسرة المناسبة. وغلامي مضاف والياء مضاف إليه ضمير متصل بارز مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. وإما أن يكون منصوبا بالياء كقولك ضربت الرجلين، وهذا إذا كان مثنى ضربت الرجلين، الرجلين مفعول به منصوب بضربت وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى. وكقولك أيضا رأيت المسلمين، المسلمين مفعول به منصوب بضربت وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم. وإما بكسرة نيابة عن الفتحة كقولك رأيت المسلمات، المسلمات مفعول به منصوب برأيت وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم. هذا وإما بالألف كقولك رأيت أخاك، أخاك مفعول به منصوب برأيت وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمس. إذا فهمنا الظاهر. إذا نأتي على المضمر، وقلنا بأن المضمر يرادفه الضمير، المضمر الضمير كل ذلك بمعنى واحد. الضمير إما ينقسم إلى قسمين، متصل ومنفصل. المتصل ما يصح ما لا يصح وقوعه في أول الكلام، وسمي منكسرا لأنه ينكسر بغيره في الخط وفي اللفظ. المنفصل ما يصح وقوعه في أول الكلام، وسمي منفصلا لانفصالها عن غيره في الخط وفي اللفظ. المفعول به عندما يكون ضميرا متصلا لا يخرج عن 12 ضميرا، لا يخرج عن 12 ضميرا. اثنان للمتكلم وخمسة للمخاطب وخمسة للغالب. للمتكلم فالمتصل اسمان، فالضمير اسمان متصل ومنفصل، فالمتصل اثنى عشر ضمير. نحو ضرباني، تقول ضرباني زيدون، ضرب فعل ماضي مبني على الفتح ونون نون الوقاية، والياء ضمير متصل بارز مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم، وزيد فاعل مؤخر. النون هذه تسمى نون الوقاية، لماذا؟ لأنها تقي الفعل من الكسر،
إن اختيار المتكلم يقتضي أن يكون ما قبله مقصورا كقولنا كتابي ألا ترى أن ما قبل الياء مقصور؟ إذا اختيار المتكلم يقتضي أن يكون ما قبله مقصورا والفعل لا يكون مقصورا أبدا لا يكون مقصورا أبدا إذا قلنا ضرب وأتينا بياء المتكلم إذا لابد أن نستعين بنون تسمى نون الوقاية هذه النون هي التي ستقي وتحفظ وتحمي الفعل من الكسر هي تتحمل الكسر والفعل يبقى مفتوحا إذا هذه النون تسمى نون الوقاية لولاها لقلنا ضربي وهذا لا يقال لأن الفعل لا يكون عملا مكسورا إذا نستعين بنون تسمى نون وقاية لماذا؟ لأنها تقي الفعل من الكسر فمن تقي تحفظ وقاية الله عبد المضاعفة من الدروع الوقاية الحفاظ والهماية أفهمون هذا؟ إذا قلت زيد ضربني كيف أفهم ذلك؟ تقول زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وضرب فعل الماضي مبني على المفعول وفاعل ضمير مصطفى فيه جواز تقديره هو ونون الوقاية والياء ضمير متصل بارز مبني على السكون في محل نصب مفعوله وجملة ضرباني جملة فعلية في محل رفع خبر للمبتدا إذا هناك فرق بين أن تقول زيد ضرباني وأن تقول ضرباني زيد هذا واضح؟ وإذا قلت ضربنا زيد ضرب فعل الماضي مبني على المفعول ونا ضمير متصل بارز مبني على السكون في محل نصب مفعول فيه مقدم وضيد فاعل مؤخر وإذا قلت زيد ضربنا زيد مبتدا وضرب فعل الماضي مبني على المفعول وفاعل ضمير متصل فيه جوازا تقديره هو ونا مفعول به وجملة ضربنا جملة فعلية في محل رفع خبر للمبتدا وهنا سؤال وذلك أن هذا السؤال أننا قلنا سابقا بأنه لا تتوالى أربع متحركات في كلمة واحدة ولا فيما نزل منزلة كلمة واحدة يعني في كلام العرب لا أجد اسما هذا الاسم نجد فيه أربع متحركات يعني حركة 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 دون فاصل فيسي أو فعل نجد أربع متحركات حركة 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 أربع مرات دون فاصل ولا في حركة لا يوجد هذا لأن هذا مفضل إلى سبب هذا فقير لابد من السكون لأن السكون خفيف إذا لا توجد أربع متحركات في كلمة واحدة وكذلك لا توجد أربع متحركات فيما نزل منزلة كلمة واحدة كقولها ضربت ما أصل ضربت ضربت هنا أربع متحركات الضاد متحركة والراء متحركة والباء متحركة والتاء متحركة ولكن هل هنا كلمة أو هنا كلمتان هنا كلمتان ولكن الكلمتين نزلتا منزلة كلمة واحدة كيف؟ لأن الضرب فعل والتاء فاعل والفعل والفاعل بمثابة كلمة واحدة لماذا نزل منزلة كلمة واحدة؟ لأن الفعل لا يستثني عن الفاعل والفعل لا يستثني عن الفعل عندما وجدت الفعل فهناك فاعل لأنه لا يتصور فعل بلا فاعل وحيثما وجدت فاعلا فهناك فعل لأنه لم يصدر فاعلا إلا لأنه أحدث فعلا إذن بما أن هناك هنا أربع متحركات فيما نزل منزلة كلمة واحدة إذن نضحي بالحادث التي قبل التاء نزيلها ونأتي بساهل فنقول ضربت ولذلك سنقول بأن الفتحة مقدرة لأن هذا الظاهر لا نعبأ به وإنما ننظر إلى الباطن أنه لقى فتحة مختفية مستثرة مستكنة هذا واضح؟ فإذا قلنا ضربنا زيد هنا أربع متحركات إذا لماذا لم نضحي بإهدى الحركات؟ تقول هناك فرق بين نا في قولك ضربنا وبين نا في قولك ضربنا زيد نا في قولنا ضربنا فاعل والفاعل بمثابة جزء من الفعل أما في قولك
ضربنا زيد نا مفعول به، والمفعول به ليس بمثابة جزء من الفعل. لماذا ليس بمثابة جزء من الفعل؟ لأنه فضل الفعل لا يستغني عنه. يجوز أن تقول ضرب زيد فتحذف المفعول به. لو أنه كان جزءا لما وسعك إلا ذكره، لابد من التذكرة. إذا بما أنه فضل ليس بمثابة جزء، يجوز أن تحذفه، أن تستغني عنه. تفهمون هذا؟ إذا ليس لم نجد هنا أربعة متحركات في كلمة واحدة، ولا فيما نزل منزلة كلمة واحدة. وجدنا أربعة متحركات هنا في كلمتين، في كلمتين. كل منهما كلمة مستقلة، الفعل والمفعول به. هذا واضح؟ ضربني الياء هنا للمتكلم، والياء أيضا للمتكلمة. ضربنا نا للمتكلمين وللمتكلمات. الرجل يقول ضربني، والمرأة تقول ضربني، الرجال يقولون ضربنا، والنسوة يقولن ضربنا زيدون. هذا واضح؟ وتقول في الاثنان في مدرة التكلم، وخمسة في الخطاب. ضربك زيد، فضرب فعل ماضي مبني على الفصل، والكلام ضمير متصل بارز مبني على الفصل في محل نصب مفعول به مقدم، وزيد فاعل مؤخر. ولابد زيد ضربك، زيد يكون مبتدا وضرب فعل ماضي وفاعله ضمير مستتر في تقديره هو، والكلام مفعول به والجمله خبر. والكلام هنا للمخاطب، للذكر المخاطب، الواحد المخاطب. وتقول ضربتي زيد، اذا ضرب فعل ماضي، والكاف ضمير متصل بارز مبني على الكسر في محل نصب مفعول به مقدم، وزيد فاعل. واذا قلت زيد ضربتي، فزيد مبتدا وضرب فعل ماضي وفيه ضمير متصل تقديره هو، وهذه الجمله خبر. كاف للمخاطبه. وتقول ضربهما زيد، تقول ضرب فعل ماضي مبني على الفصل، والكاف ضمير متصل بارز مبني على الضم في محل نصب مفعول به مقدم، والميم والالف علامة تصنيع لا محل له من الإعراب، وزيد فاعل. وإذا قلت زيد ضربهما، زيد مبتدا وضرب فعل ماضي وفاعله ضمير مستتر، والكاف مفعول به والجملة خبر. وتقول وضربهما هنا ألا يصله للمخاطبين وللمخاطبتين. تفهمون هذا؟ للمخاطبين وللمخاطبتين. وتقول ضربكم زيد، ضرب فعل ماضي، والكاف ضمير متصل بارز مبني على الضم في محل نصب مفعول به مقدم، والميم علامة جمع الذكور الوكلاء، لأن هذه الميم لا تأتي إلا في جماعة الذكور، ولا تأتي إلا في العقلاء. أنا لا أقول في الأغنام ضربكم الراعي، هذا لا يقال، ولا أقول للنسوة ضربكم زيد، وإنما الميم هذه تأتي دائما لجماعة الذكور ولجماعة الذكور على الخلاء. إذا أردت النسوة ماذا أقول؟ ضربكن. إذا أردت الأبناء أقول ضربكن. هذه بدون النسوة. تفهمون هذا؟ ألا يصل للعقلاء ولغير العقلاء؟ تفهمون هذا؟ أيوه. إذا أقول ضربكم هذا لمن؟ للمخاطبين فقط، للمخاطبين فقط. أقول ضربكن زيد، ضرب فعل ماضي مبني على الفصل، والكاف ضمير متصل بارز مبني على الضم في محل نصب مفعول به مقدم، والنون دون النسوة حرف لا محل له من الإعراب مبني على الفصل، النون مع حرف للنسوة. تفهمون هذا؟ هذا حرف واحد. وزيد فاعل. وإذا ذكر زيد ضربكم هذا يكون مبتدا وضرب فعل ماضي وفاعله مستتر، وهذه الجملة خبر كما قلنا سابقا. كل هذا في ماذا؟ في المخاطب. إذا في الخطاب نجد خمسة، وفي التكلم نجد اثنين، ضربني وضربنا، وفي الخطاب نجد خمسة، ضربك ضربك ضربكما ضربكم ضربكن.
Apa kira mereka? Tersebut darabahu Zaidun. Darabahu Zaidun. Ada kira mereka. Idza darab fi'lun madhi mabniyyun 'ala al-fath. Wa laha dhamir mutasil bariz mabniyyun 'ala ad-dhamm. Fi mahalli nasb maf'ul bihi muqaddam. Wa Zaidun ana fa'il. Wa idza qaddamta taqul Zaidun darabaka. Wa taqul Zaid mubtada. Wa tu'ribuhu kama 'arafna sabiqan. Qis 'ala masalan. هذه الجملة تكون خبرا. ألا لمن؟ في الغائب. في الغائب كيف تقول ضربها زيد؟ ضرب فعل ناصب وها وها. تقول ها. أما ضربه تقول الهاء. لا تقول في ضربه زيد تقول هو. وإنما يقال الهاء. تمثل بماذا؟ بالاسم. ما اسمه؟ الهاء. لماذا لأنه على حق واحد؟ إذا كان على حق واحد تمسكه بالاسم بالاسم. أما إذا كان على حق فإن تعصر تمسك في المصنع. تقول ضربها زيد. تقول ها تمسك في المصنع. لماذا لأنه على حقين ولا تمسك بالاسم؟ لا يقال الهاء والألف. تفهمون هذا؟ نعم. إذن ضربها ها ضمير منتصل بارز مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم وزيد فاعل. وتقول ضربهم زيد ضرب فعل ماضي مبني على الفتح والهاء ضمير متصل بارز مبني على الضم في محل نصب مفعول به مقدم والميم علامة جمع الذكور الأخرى وزيد فاعل. وإذا قدم تغربه كالسابق. وتقول ضربهن زيد فضرب فعل ناطق والهاء مفعول به والنون نون النسوة وزيد فاعل. إذا اثنى عشر ضميرا متصلا. هذه الضمائر دائما هنا مفعول به في محل نصب مفعول به. ماذا نقول في محل نصب؟ لأن الضمائر كلها مبنية. هنا هذا إذن هو المنفصل اثنى عشر ضمير إيايا للمتكلم وللمتكلمة إيانا للمتكلم وللمتكلمة للمتكلمين وللمتكلمات. أقول إيايا أكرمت فإيايا مفعول به ضمير. أقول ضمير منفصل بارز مبني على الفصل في محل نصب مفعول به مقدم. أكرمت فعل الوفاء. إيانا ضمير منفصل بارز مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. تفهمون هذا؟ وتقول في الخطاب إياك إياك أعلمت إياك نعبد وإياك نستعين. إياك ضمير منفصل بارز مبني على الفصل في محل نصب مفعول به مقدم. نعبد فعل مضارع مرفوع لتجاوزه من الناس والجاذب وفاعل ضمير منفصل فيه وجوب تقديره نحن. والواو وهو عطف. إياك ضمير منفصل بارز مبني على الفصل في محل نصب مفعول به مقدم. نستعين فعل مضارع مرفوع لتجاوزه من الناس والجاذب وفاعله ضمير مصطفى فيه وجوبا نقديره نحن. وهذه الجمله معطوفه على الجمله السابقه. ماذا تقول بان الضمير مصطفى وجوبا او تقديرا؟ انظر الى الفعل المضارع. اذا كان مقدورا بالهمزه فالفاعل مصطفى فيه وجوبا. اقول اكتب اذا الفاعل ضمير مصطفى فيه وجوبا. اذا كان مقدورا بالنون فالفاعل ضمير مصطفى فيه ايضا وجوبا نحن. نكتب إذا كان مبدوءا بتاء الخطاب تاء المخاطب تقول تكتب يا زيد تكتب أو يا زيد تكتب. إذا كان مبدوءا بتاء المخاطب إذا الفاعل يكون مستقرا فيه وجوبا. وكذلك إذا كان فعل أمر للواحد المخاطب اكتب فيكون الفاعل ضميرا مستقرا فيه وجوبا. إذا الفاعل يكون ضميرا مستقرا فيه وجوبا يكون وجوبا إذا كان المضارع مبدوءا بالهمزة أو مبدوءا بالنون أو مبدوءا بتاء المخاطب
أو كان فعل أمر مستند إلى الواحد المخاطب. ويكون مستتلا جوازا إذا كان مبدوءا بدياري يكتب أو مبدوءا بتاي الغالبا هند تكتب أو مبدوءا أو مبدوءا بياي الغائب أو مبدوءا بتاي الغالبا فيكون مستتلا. وكذلك إذا كان فعلا ماضيا إذا يكون مستتلا جوازا هذا واضح؟ إذا مع الأمر في صورة واحدة، لكن المستند إلى الواحد المخاطب، أما إذا كان هو مستند إلى الاثنين فيكون ضميرا فاعلا، اكتب الألف فاعل، اكتب مع الجماعة، الواو فاعل، اكتب الياء فاعل، ضمير بارز. هذا واضح؟ مع الأمر في صورة واحدة، إذا كان الأمر مستند إلى الواحد المخاطب، أقول له اكتب، اكتب فعل أمر مبني المجزوم وعلامة جزمه السكون وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره انت. اذا كان ماضيا فمستتر ايضا اذا كان مبدوءا بالحمزه يكون مستترا وجوبا. اكتب اقول اكتب دروسي نكتب دروسنا يا زيد تكتب كل ذلك يكون وجوبا. ولكن جوازا في ماذا؟ في الماضي ضرب زيد أقول زيد ضرب فالفاعل مستتر جوازا. وكذلك إذا كان مضارعا مبدوءا بالياء زيد يكتب أو كان مبدوءا بتاء الغائبة مثل هند تكتب هند تكتب يعني تكتب هي صواب؟ إذا إياك إيايا إيانا إياك إياكي إياكما إياكم إياكن إياك مبني على الفتح إياك مبني على الكسر إياكن إياكما مبني على الضم على الضم والميم والألف علامة التصميم إياكم مبني على الضم والميم علامة جمع الذكور على الخلاء إياكن مبني على الضم والنون نون النسوة مبني على الفتح. إذا مع المتكلم في التكلم نجد اثنين وفي الخطاب نجد خمسة وفي الغيبة نجد خمسة. يقول إياه المبني على الضم إياها مبني على السكون إياهما مبني على ماذا؟ على السكون مبني على الضم والميم والألف علامة التسمية إياه إياه مبني على الضم والنين علامة جمع الذكور على الخلاء مبني على السكون إياهن مبني على الضم والنون نون النسوة مبني على الفتح كل ذلك لا يقع إلا في موضع النصب. تقول إيايا أقربت إيانا أقربت إياكي إياك أقربت إياك أكرمت إياك وحكمت. هذا واضح؟ إذا المفعول به ظاهرا الآن هو دائما منصوب دائما منصوب. هل نقرأ شيء تركنا؟ واضح. إذا ننتقل إلى الباب الذي يليه الباب الذي يليه. أيوة تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بحلوله وحلول شيخنا الدارين. باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصميم الفعل نحو ضرب يضرب ضربا وهو قسمان لفظي ومعنوي. فان وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي نحو قتلته قتلا وان وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي نحو جلست قيودا وقلت وقوفا وما اشبه ذلك. باب المصدر ويجوز ان تقول باب المفعول المطلق المفعول المطلق المقصود بمصدر هنا المفعول المطلق. المفعول المطلق هذا ايضا اسم منصوب اسم منصوب ناتي به في الكلام لأحد أمور ثلاثة. إما نأتي به
بالتأكيد عامله، وإما نأتي به لبيان عدده، وإما نأتي به لبيان نوعه. إذا قلت ضربت زيدا، ضربت زيدا، هذه الجملة تفيد أنني ضربت زيدا، ولكن لا تفيد توكيدا. إذا أردت أن أؤكد هذا، المخاطب يشك بأني ضربت زيدا، أريد أن أؤكد هذا الكلام، ماذا أقول؟ ضربت زيدا ضربا. ضربا هذا التأكيد يسمى مفعولا مطلقا ويسمى مصدرا. إذا تقول ضربت زيدا ضربا، ضربت فعل وفاعل وزيدا مفعول به، وضرب مصدر منصوب بضربت، وعلامة نصبه مدحة ظاهرة. أو تقول مفعول مطلق منصوب بضربت، وعلامة نصبه مدحة ظاهرة. انظر إلى المفعول المطلق الذي سميناه مصدرا أو سميناه مفعولا مطلقا، انظر إليه ستجد أنه يوافق الفعل الذي سبقه، يوافق الفعل الذي سبقه في لفظه وفي معناه. ضربت زيدا ضربا، الضاد والراء والباء في الفعل ضربت، والضاد والراء والباء في ضربا. إذا المفعول المطلق يوافق، يوافق ماذا؟ فعله في ماذا؟ في لفظه، نفس الأحرف، نفس الأحرف، وكذلك أيضا في معناه يوافق أيضا في معناه. معنى ضربت ومعنى ضربا، لا أقول ضربت زيدا ضربا، وأنا أقصد بضربا هنا السفر، ضرب في الأرض سفر. إذن دائما المفعول المطلق هذا هو يوافق فعله، يوافق فعله في اللفظ دي وفي معناه. لماذا أتيت به هنا؟ أتيت به لنؤكد لأن الفعل حدث بلا شك ولا ريب. أقول أسقطت عملي إتقانا، هذا أيضا يسمى مفعولا مطلقا. لماذا أتيت به؟ للتأكيد. أؤكد أي شيء؟ أؤكد الفاعل؟ لا، أؤكد الفعل. تقولون هذا؟ إذا نقول به تأتي به لأمور ثلاثة. الأمر الأول أن تأتي به لتؤكد عامله، لنعمل عمل به. وإما أن تأتي به لتبين عدد عامله. أقول ضربت زيدا، أنت لا تدري كم ضربة ضربت زيدا. أقول ضربت زيدا ضربتين، انظر إلى ضربتين ستجد أنه يشتمل على حروف ضربت، وهو أيضا يوافق أيضا في معناه. هناك الضاد والراء والباء، هناك الضاد والراء والباء أيضا في ضربتين، ويوافق أيضا في المعنى. ولكن ما القصد من اتيانك بضربتين؟ أتيت بضربتين لتبين عدد فعله. ضربت زيدا، لا تدري كم ضربة ضربت زيدا، فقل ضربت زيدا ضربتين. إذا ضربتين مفعول مطلق، أو قل فيه مصدر منصوب بضربت، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى. أقول ضربت زيدا، لا تدري كم ضربة ضربت زيدا، أقول ضربت زيدا ضربات، لأن ضربات مفعول مطلق أو مصدر منصوب بضربت، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. إذا المفعول المطلق إما أن يأتي بالتأكيد عامله، وإما أن يأتي لبيان عدده، وإما أن يأتي لبيان نوعه. ما نوعه؟ أقول مثلا جلست، وأنت لا تدري نوع الجلس، نوع الجلسة، كيف جلست؟ أقول جلست جلسة العلماء، أقول جلست جلوس العلماء، جلست جلوس العلماء. جلوس هذا انظر إليه يوافق جلسة، لماذا؟
في النرجي الجيم واللا والسين. هذه الأحرف موجودة في دروس ويوافق أيضا بالمعنى، يوافق أيضا بالمعنى. لأن جلس جلوس العلماء جلوس مفعول مبتدأ أو تقول فيه لأنه مصدر منصوب بجلسه وعلامة نصبه الفتحة. تقول وصب النبي وصب حفظ. لا تدري كيف كانت هذه القفزة. أقول وصب النبي وصوب الأسد، إذا وصوب يسمى مفعولا مطلقا يبين ماذا؟ النوع، يبين النوع. ما النوع؟ الوصوب، وصوب الأسد. تقولون هذا؟ إذا المفعول المطلق إما هو المصاب بالمصدر وشك كيف سماه؟ يقول باب المصدر. ما المقصود بالمصدر هنا؟ هل إذا قلت ضربك شديد ضرب هذا مصدر مفعول مطلق؟ ليس مفعولا مطلقا ولكن هو مصدر أليس كذلك؟ ولكن ليس مفعولا مطلقا. إذا المصدر قد لا يكون مفعولا مطلقا. تفهمون هذا؟ ما المقصود بالمصدر في عنوان الشيء؟ باب المصدر، ما المقصود بالمصدر هنا؟ المفعول المطلق. إذا قلت ضربك ضرب شديد هل تسميه مصدرا على 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 هذا المصطلح؟ لا تسميه مصدرا. لماذا؟ لأنه ليس مفعولا مطلقا، ليس منصوبا. المفعول المطلق دائما منصوب. ما الذي ينصبه؟ فعله. لماذا لا أتي بمفعول المطلق؟ لماذا لا أقول ضربت زيدا وأسكت وأقول ضربت زيدا ضربا للتأكيد؟ لماذا لا أقول ضربت زيدا وأسكت وأقول ضربت زيدا ضربتين أو ضربات لأبين العدد؟ لماذا أقول ضربت وأسكت وأقول ضربت ضرب الجبارين ضرب الجبارين؟ أنا مبين للنوع. لماذا أعرف بذلك؟ لأبين النوع. تفهمون هذا؟ المفعول المطلق هذا انظر إليه، إن كان مؤكدا لا يجوز أبدا أن تقدمه. يعني إنما أقول ضربت ضربا لا أجوز أن أقول ضربا ضربت، هذا لا يقال. إذا كان مؤكدا لا يتقدم على عامله. ولكن إذا كان مبينا للعدد أو مبينا للنوع فيجوز أن يتقدم. يجوز أن أقول جلوس العلماء جلسوا، ده مفعول مطلق مقدم. ويجوز أن أقول ضربتين ضربت. إذا المفعول المطلق إذا كان مبينا للعدد لا يتقدم، وإذا كان مبينا للنوع أو مبينا للعدد فيجوز أن يتقدم. تفهمون هذا؟ ها؟ المفعول المطلق هو الذي يسمى مصدر أي. ماذا يقول الشيخ؟ هو الاسم المنصوب، هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. علماء التصريف إذا قالوا لك صرف ضرب تأتي بالماضي أولا وتأتي بالمضارع ثانية وتأتي بالمصدر ثالثا. هذا اصطلاح لهم، هذا في عرفهم. تأتي بالماضي أولا وبالمضارع ثانية وبالمصدر ثالثا. هذا هو الغالي للدفع. ويجب أن تأتي بالمصدر أولا، ويجب أن لا تأتي بالماضي أصلا، ويجب أن تقدم هذا لهذا. ولكن الغالب عندهم أنه إذا أرادوا أن يصرفوا فعلا بدأوا ماذا؟ بالماضي، ويصنون بماذا؟ بالمضارع، ويصنصون بالمصدر. فيقول ضرب يضرب ضربا، جلس يجلس جلوسا، قام يقوم قياما. ولا يقولون ضرب يضرب يضرب ضربا، وإنما يأتون بالمصدر ثالثا. هذا هو الكثير، ويجب أن تعمل الأمر هذا جائز، ولكن الكثير في عرفه. إذا الشيء يريد أن يقرب إليك المصدر، ما هو المصدر؟ يقول هو الاسم، لا يقول إلا اسما، لا يقول فعلا ولا حرفا. المنصوب يكون دائما منصوبا، لا يكون مرفوعا ولا يكون مفروضا. الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، اللي يأتي بعد الماضي والمضارع. يأتي بعد الماضي والمضارع. هذا واضح؟
نحو ضرب يضرب ضربا. ولكن النصر هنا جاء الثالث وهو قسمان لفظي ومعنوي. إذا ما قلت مثل هذا النصر هذا قسمان، إما أن يكون لفظيا. متى يكون لفظيا؟ إذا كان النصر المفعول مثل هذا يوافق فعله في اللفظ وفي معناه، كالمثل التي ذكرناها ضربت زيدا ضربا، جلست جلوس العلماء، ضربت زيدا ضربتين، ستجد أن النصر بأن المفعول مثل يوافق فعله في اللفظ وفي معناه. إذا هذا يسمى مفعولا مطلقا لفظيا، هو اللفظي. تفهمنا هذا؟ وهو الكثير. والقسم الآخر معنوي. معنوي إذا وافق المفعول المطلق فعله في معناه دون لفظه. أقول جلست قعودا، فمن جلست قعودا؟ هو جلست جلوسا. القعود هو الجلوس. إذا قعودا يوافق جلس في أي شيء؟ في المعنى، لأن القرون بمعنى الجلوس، ويخالفه في اللفظ، لأن في جلس نجد الجيم واللا والسين، وفي قرون نجد القاف والعين والذال. إذا يوافقه في المعنى دون اللفظ، هذا أيضا يسمى مفعولا مطلقا. ولكن هناك فرق بين القعود وبين الجلوس، ولكن كثيرا ما يطلق الجلوس بمعنى القعود. لأنك إذا دققت ستجد بأن القعود بأن الجلوس من سفل لعلو، من سفل لعلو. تقول كان متكعا فجلس، كان مضطجعا فجلس، كان مستقيا فجلس. أما القعود فمن علو لسفل. أقول كان واقفا فجلس، كان واقفا فقعد. هذا إذا أردنا أن نفرق بين المعاني تقريبا لغوية دقيقة. ولكن قد يطلق على الجلوس معنى القعود، وعلى ذلك الجلوس معناه القعود. فإذا قلت جلست قعودا هذا أيضا مفعول مطلق، ولكن هل يوافق في لفظه؟ لا يوافق في لفظه. لما أقول قعدت قعودا هذا يكون لفظي، وإن كنت جلست قعودا أو قعدت جلوسا لقد تعكس. وتقول وقفت كنت وقوفا، فمن قام وقف. وإن كان هناك فرق دقيق بينهم، وقف وقام. الوقوف هذا يقال للمسكين كثيرا وقف، أما قام قل يقول. ولذلك في بعض الأبيات هكذا الشاعر يقول وقف، يقال له يعترض عليه، يقال وقف هذا لا يناسب المقام، لأن الوقوف هذا للمساكين، وقف على باب الأمير، وقف على باب الأمير. أما قام قل يقول، تفهمون هذا؟ لا فرق دقيق كذا. هذا في الفروق اللغوية، في الفروق اللغوية، خصوصا عند هؤلاء الذين يرون بأنه لا ترابص في العصام، لا يوجد ما يسمى بترابص، لا يقال هناك لفظ بمعنى لفظ، دائما بينهما فرق. ومنهم من يقول بين هناك ترابص، بين ترابص موجود. والصحيح أن الخلاف خلاف لفظي، خلاف لفظي. الذي يرى بأنه لا ترابص يريد أن يقول بأننا إذا دققنا سنجد خلفا يفصل بين اللفظين. الذي يرى بأنه يوجد ترادف ينظر إلى هذا المعنى العام، إلى المعنى العام. تفهمون هذا؟ إذا كنت السيف وكنت الجثام فيه ترادف أليس كذلك؟ ولكن إذا دققنا سنجد بأن السيف بيني والجثام. لأن السيف قد يكون حاسبا وقد لا يكون حاسبا، يعني قد يكون قاطعا وقد لا يكون قاطعا. ولكن إذا قلت المصاب هذا لا يطلق على سيف إلا إذا كان قاطعا، إلا إذا كان قاطعا. تفهمون هذا؟ خلاف بين اللغويين، بين أبي علي الفارسي وابن خالوي في مجلس سيف الدولة. ابن خالوي يقول كم اسما للسيف؟
فيذكر أسماء السيوف يقول أبو عليف فاريس أنا لا أعرف لسيفي إلا اسما واحدا وهو السيف. يقول الدخلاوي أين أنت من كذا أين أنت من كذا أين أنت من كذا. يقول أبو عليف فاريس يبدو أن الشيخ لا يفرق بين الاسم وبين الصفة. بين الاسم الاسم هو سيف، أما بساء فتاة كل أولئك صفات. تفهمون هذا؟ فقلنا بأن الخلاف خلاف لفظي الخلوي هذا إمام في اللغة، أبو علي الفارسي هذا إمام في النحو وفي اللغة، الخلوي ضعيف في النحو لكنه قوي جدا في اللغة. وقالوا بأنه ضعيف على قول ابن هشام. لماذا؟ في بطن اللبيد، وهو يتحدث عن واو ثمانين، يقول ذكرها من النحويين الضعفاء الخلوي. ولكن جن ابن هشام أن يقول عنه بأنه ضعيف ليس لي أن أقول أنا ذلك، أنا أكرر لكم فقط نحوي كبير بالنسبة لي فهمت هذا؟ لكن بالنسبة لي ابن هشام يقول بأنه ضعيف ويرى لك ضعفه عندما تقرأ في شهر رجل الدين على شافية تحرش الدين به في مجلس سيدنا بأخذه بلفظ يقول مرض يتخبص وهو صاحب عراب 30 صورة هذا الرجل قال عنه بأنه ضعيف في النحو ليس إماما فقمنا هذا يا أولا. إذن إذا قلنا بأن النص ينقسم إلى قسمين لفظي ومعنوي، فاللفظي ما وافق لفظه لفظ فعله أنه قتلته قتلا، والمعنوي ما وافق لفظه ما خالف ما وافق معناه لفظ معنى فعله دون لفظه كقولها جلست قعودا وكنت وقوفا. اذا النص المفروض هذا واضح هل عليه وقوفا؟ اظنكم لن تسالوا كثيرا عن جمعه اذا كان بدات الامر بدات الامر ولا يقدمون الى الاوراق لا يقدمون الاوراق الماليه وهذا يقول جدا انه يبدا توكل ينتظر يعني اذا كنت ضربت زيدا هذا يبين العدد ان العدد تجاوز اثنين هو جمع كلا جمع كلا ثم هذا هذا يبين العدد هل هناك فرق بين المصدر وبين المفعول المطلق هذا سياتي ولكن هنا نفس المعنى المقصود بالمصدر هنا المفعول المطلق ولكن اذا نظرنا الى معنى العام للمفعول المطلق سنجد بينهما فرق وهذا سياتي في غير هذا الكتاب تفهمون هذا؟ اذا قلت ايضا انت تجد هذا كثيرا ايضا فيما نعرفه هو المفعول المطلق بفعل محذوف تقديره اعيد ايضا اقول لك شكرا هذا مفعول المطلق بفعل محذوف تقديره اشكر وشكرا اقول حمدا هذا مفعول المطلق بفعل محذوف تقديره احملك حمدا هذا واضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم قال المسلم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين باب ضرب الزمان وضرب المكان ضرب الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في نحو اليوم والليله وقدوه وبكره وسحرا وغدا وعتمه وصباحا ومساء وابدا وامدا وحينا وما اشبه ذلك وضرب المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإذاء وإلاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك.
الآن نحن في صف الزمان وفي صف المكان. والشرط جمع بينهما لم يجعل صف الزمان بابا وصف المكان بابا. فهم هذا؟ لأن كلا يشمله ما يسمى بالمقبول فيه. لما تقول صف الزمان وصف المكان، ولما تقول المقبول فيه. جمع بينهما في ماذا؟ في مكان واحد. لأن هذا يدل على زمن وهذا يدل على مكان. والفعل دائما إما لابد من أن يدل على زمن، أليس كذلك؟ والزمن هذا من مدلوله ولا بد من أن يقع الفعل في مكان. إذا نجمع بينهما في باب واحد. أنا إذا قلت لك سافرت، أنا لم أبين لك وقت السفر. وإذا قلت لك سافرت صباحا، صباحا هذا بين لك وقت السفر، أن السفر كان صباحا. صباحا هذا يسمى ظرف زمان، هو منصوب. ما الذي نصب؟ سافرت. فهمت هذا؟ أقول لك ذاكرت، لم أبين لك الوقت الذي وقع فيه المذاكرة. أقول ذاكرت سحرا، هذا بين الوقت الذي وقع فيه المذاكرة. تفهمون هذا؟ ظرف زمان اسم فاعل ويكون منصوبا يبين الزمن الذي وقع فيه الحدث. هذا واضح؟ إذا قلت سافرت في صباح ظرف ليس ظرف زمان، ولكن يدل على زمن، أليس كذلك؟ ولكنه ليس ظرف زمان. لماذا؟ لأنه ليس منصوبا. ظرف زمان لابد من أن يكون منصوبا. أقول يوم الجمعة يوم مبارك فيه، يوم مرفوع أليس كذلك؟ في الابتداء. هل هو ظرف؟ يدل على زمن أليس كذلك؟ ولكنه لا يسمى ظرف زمان. لماذا؟ لأنه ليس منصوبا. لابد من أن يكون منصوبا. هو اسم الزمان المنصوب بالتقدير في. أما بالتقدير في أنك إذا وجدت زمانا، أردت أن تعرف هذا الزمن هل هو ظرف زمان أو ليس ظرف زمان، كيف تختبره؟ يختبره بأن تدخل عليه في، بأن تقدر فيه في. تقدر فيه في، فإن وجدت المعنى صحيحا فهو ظرف زمان. إذا قلت سافرت صباحا تستطيع أن تدخل عليه في ويصيب المعنى؟ نعم، تقول سافرت في صباح. سافرت صباحا ظرف. لماذا؟ لأننا نستطيع أن ندخل عليه في مع صحة المعنى، ولكن إذا أدخلنا عليه في فعلا وقلنا سافرت في صباح لا يكون ظرفا، وإنما يكون اسما مجرورا بفي. بتقدير في معنى أنك تقدر ذلك، ليس معنى ذلك أنك تدخل عليه في بالفعل. إنما إذا أدخلت عليه في بالفعل يخرج عن الظرفية ويكون اسما مجرورا بفي، لا يكون، لا يسمى ظرفا عند اللغة. أفهمون هذا؟ إذا قلت يوم الجمعة يوم مبارك فيه، يوم هذا مبتدا وليس ظرفا. لماذا؟ ليس منصوبا هذا واحد، وليس على تقدير فيه. أنت تستطيع أن تدخل عليه في مع صحة المعنى؟ لا يمكن. هل يجوز أن تقول في يوم الجمعة يوم مبارك فيه؟ على هذا يصح؟ هذا فاسد. لماذا فاسد؟ لأنه قلت في يوم الجمعة يوم مبارك فيه، يعني هناك يوم في يوم الجمعة والأيام سبعة، أليس كذلك؟ أنت تقول بأن هناك يوما في يوم الجمعة، ما هذا اليوم الذي في يوم الجمعة؟ هذا لا يقال. إذا لا يمكن أن تدخل عليه فيه. هذا واضح؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما.
الدب فعله أمر مجزوم وعلامة جفنه حسب النون والواو ضمير متصل بارد مبني على السكون بمحل رفع فاعل والألف ألف فاعلة على شيخ عبد الباسط والتقوا يوما تحميل في الناس تحميل في الناس لكل سيف دبوة تقومون هذا اليوم والتقوا يوما يوما مفعول ظرف نقول بأنه ظرف زمن ليس ظرف زمن لماذا؟ معناه يدل على زمن وهو أيضا منصوب ولكنه ليس ظرف زمن لماذا؟ لأنه ليس على تقدير في هل يصح أن تقول واتقوا في يوم ترجعون فيه هذا؟ هذا لا يصح المعنى فاسد لماذا؟ لأن التقوى لا تنفع في ذلك اليوم باب التوبة يكون قد انسد قد انغلق في ذلك اليوم التوبة قبل ذلك اليوم التقوى قبل ذلك اليوم إذن التقوى من ذلك اليوم لا في ذلك اليوم تفهمون هذا؟ واتقوا يوما لنتقي نفس اليوم ليس أن تتقي في ذلك اليوم الله لا يطلب أنك في يوم القيامة تتقي منه لماذا؟ لأن التقوى غير نافعة في ذلك اليوم والقرآن ليس لم ينزل لذلك اليوم لم ينزل للناس بعد البوس وإنما نزل للناس قبل البوس ليستعدوا قبل رحيل الخوف من الجميع والاستعداد ليوم الرحيل والعمل بالتنزيل أنت تعمل وتستعيد وتتزود وخير ذلك التقوى والتقوى يوما أنت تتقي نفس اليوم نفس اليوم إذا يوما مفعول به وليس ظرفا لأنه لو كان ظرفا فصل المعنى كيف يفصل المعنى؟ لأن المعنى أن الله يطلب منا أن نخافه يوم القيامة لأن إذا جاءت القيامة نبدأ في الخوف أنا استخاف لا 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 محالة أليس كذلك؟ إنما تنشق القبور عن الناس ويبشرون جميعا غراة كفاة الأعراق صار بهارا كل يبشر حتى الأنبياء ورسل حتى الأنبياء ورسل إذا كل في خوف كل في هلع في فاعل عظيم إذا الخوف ليس في ذلك اليوم وإنما الخوف من ذلك اليوم إذا يوما مفعول به وليس ظرفا لأنه على ظرفية يفسد المعنى تقول هذا؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريا يوما كيف نعرفه؟ مفعول به وليس مفعولا فيه مفعول به وليس مفعولا فيه ليس ظرف زمان لأن الخوف لا يكون في ذلك اليوم وإنما يكون الخوف من نفس اليوم من نفس اليوم هنا هذا إذا لابد إذا رأيت ظرفا رأيت اسما يدور على زمن ورأيته منصوبا لتصرف في إعرابه مفعولا فيه بأن تقول ظرف زمنا يختبره أولا أدخل عليه فيه إذا وجدت المعنى مستقيما إذا هو ظرف زمان إذا وجدت المعنى فاسدا إذا هو مفعول به لماذا؟ لأن الإعراب فرع المعنى فرع المعنى هذا واضح؟ إذا الشيء تبرع وذكر لك شيئا من ألفاظ الزمن قدم لك قاموسا قاموسا صغيرا نهو اليوم ما هو اليوم من غروب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس الليلة من غروب الشمس إلى طلوع
الفجر غدوة من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، بكرة أول نهار، سهرا آخر الليل قبيل الفجر، غدا اليوم الذي بعد يومي، صباحا عتما، الثلث الأول من الليل يعني بعد العشاء مباشرة، صباحا أول نهار، مساء بعد الظهر إلى غروب الشمس، بعد الظهر إلى غروب الشمس، وفي الأوراد إلى نصف الأول من الليل في الأوراد. إذا كنا لك هذا الورد بعد يقول مساء، إذا بدأت بعد الظهر أنت الورد هذا داخل فيه، إذا كان في الليل بعد غروب الشمس هذا داخل في المساء، أوراد يقول مساء وصباح أليس كذلك؟ بعد الظهر هذا كله هذا داخل فيه إلى النصف الأول من الليل، ولكن مساء في اللغة من ماذا؟ بعد الظهر إلى غروب الشمس. تفهمون هذا؟ إذا ماذا أيضاً؟ أبداً هو الزمن المستقبل الذي لا نهاية له، لا نهاية له، المستقبل ليس الماضي. لا يقال لا أفعله، لم أفعله أبداً، هذا لا يقال، لأن هذا في الماضي لم أفعله، يقال لم أفعله قط. وإذا أردت المستقبل ماذا تقول؟ لا أفعله أو لن أفعله أبدا، هذا واضح؟ أبدا أيضا الزمن هو بمثابة أبدا وحينا، هذا هو الزمن، الزمن هو جلست حينا، قد يكون وقتا قصيرا، قد يكون طويلا، قد يكون متوسطا، فإذا كنت جلست حينا، حينا كيف تعربه؟ تقول مفعول فيه، أو تقول ظرف زماني، إذا كنت مفعول فيه هذا ليس محددا، لأن مفعول فيه هذا يشمل ظرف الزمان وظرف المكان، لا تحدد، تقول ظرف زماني منصوب بدعته، جلست حينا، منصوب بجلست. وعلم النصب هي فتحة ضائعة، هذا واضح؟ هذا فيما يتعلق بظرف الزمان. هذا واضح؟ إذا بهذا نكون قد ادعينا من ظرف الزمان، لا غبار عليها. نأتي إلى ظرف المكان، هذا يدل على المكان الذي وقع فيه الحدث. أقول جلست أمام الشيخ، أمام هذا ظرف مكان يبين المكان الذي وقع فيه الحدث. الجلوس هذا أين وقع؟ أمام الشيخ. جلست يمين الشيخ، جلست يسار الشيخ، يسار الشيخ. تفهمون هذا؟ إذا هذا يسمى ظرف مكان، هذا يجب أن يكون منصوبا، هو اسم الزمان، هو اسم المكان المنصوب، يدل على مكان ويكون منصوبا بتقدير فيه، تختبره بماذا؟ بفيه. أقول جلست أمام الشيء، أنا ترى بأنه يجوز لك أن تقول جلست في أمام الشيخ، تقول جلست يمين الشيخ، جلست في يمين الشيخ، جلست يسار الشيخ، جلست في يسار الشيخ، جلست خلف الشيخ، جلست في خلف الشيخ، ولكن إذا كان مخطوفا لا يسمى ظرف زمان، ظرف مكان، يعني إذا كنت جلست في أمام الشيخ، أمام هذا مع دلالته على المكان لا يسمى ظرف مكان، وإنما يقول ظرف مكان إذا كان منصوبا. أفهمون هذا؟ أقول يمينك خير،
هذا يدل على ماذا؟ على مكان على سيدنا النبي، ولكن لا يسمى سفة مكان. لماذا؟ لأنه مرفوع وليس لتقدير فيه. يمينك مبارك، هل يجوز أن تقول في يمينك مبارك؟ هذا يقال تقول هذا. والشيخ على عادته قد بدأت تبرع أيضا بألفاظ تدل على ماذا؟ على المكان. له أمام وخلف، أمام وخلف وراء وماذا وقدام أمام عين ووراء خلف، ويطلق أيضا على الأمام. وماذا؟ وفوق، فوق تحت وماذا؟ فوق تحت، كل ذلك ظرف مكان. تقول جلست فوق الشجر تحت الشجر، وكذلك عند، تقول جلست عند زيد، عند زيد قريبا منه، قريبا منه. مع يفيد ماذا؟ مكان الاجتماع. جلست مع الشيخ، يعني ما عاد يدل على المصاحبة. والمكان الذي وقع فيه الصحبة، جلست عند الشيخ، عند الشيخ، عند ظرف منصوب. يقول جلست جلس عندي، منصوب أيضا بفتح مقدمة. جلست مع الشيخ، ما منصوب وهو مضاف، والشيخ مضاف إليه. وكذلك إذا جلسوا إذا الشيخ أمامه، جلسوا إذا الشيخ أمامه أيضا مبالغة. جلسوا تلقاء الشيخ أمامه أيضا، جلسوا ثم يلغو ذلك. هذا اسم إشارة للمكان البعيد. جلسوا ثم ليس ثم، ثم هذا حرف من حروف العطف، أما ثم بالفتح هذا الذي يكون من أسماء الإشارة، هو هنا ظرف مكان. الواضح وهنا هذا اسم إشارة أيضا، ولكن للإشارة إلى المكان القريب. هنا، هناك، هنالك، هنالك بعيد، ثم بعيد، كل ذلك ظرف مكان. هنا مبني على السكون، وثم مبني على الفتح. أما مع فالنقرة، عند فالنقرة، فوق النقرة، تحت النقرة، إذا نقرة، إذا نقرة، أمام، خلف، قدام، وراء، كل ذلك نقرة. المبني هو ماذا؟ هنا وثم، هنا وثم، واضح؟ ظرف المكان الآن واضح؟ جلسوا خلفك، من يور لنا جلسوا خلفك أو نصف. إذن انتهينا من هذا الباب، ننتقل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا في دونك ودون زجر الدارين. باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المفسر المنتهى من الرئات، نحو قولك: جاء زيد راكبا، وركبت الفرس مفردا، وركبت عبد الله راكبا، وما اشبه ذلك. ولا يكون الحال الا نكره، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. إذن نحن على باب الحال، نقبل على باب الحال. الحال هذا اسم يبين، هو اسم منصوب، هو الاسم المنصوب المفسر لمن معنا من الهيئات، لمن معنا لما ستر، لما خفي.
من الهيئات. ويبين ماذا؟ الهيئات. إذا قلت جاء زيد، حتى لا تعرف كيف جاء زيد، هل جاء زيد راكبا أو جاء راجلا، هل جاء زيد مسرورا أو جاء عبوس الوجه، كيف جاء؟ ما هي الهيئة؟ ما هي الحالة التي كان عليها زيد عند مجيئه؟ فإذا قلت جاء زيد راكبا، راكبا يسمى هال. لماذا؟ لأنه يبين هيئة الفاعل عند حدوث الفعل. تفهمون هذا؟ أقول ركبت الفرس، المخاطب لا يعلم كيف كان سبق الفرس عند ركوبه إياه، هل كان عليه السرج أو كان خاليا من السرج؟ والسرج هو الرحل الذي يوضع فوق الدابة. أقول ركبت الفرس المسرج، مسرجا حال، حال يبين ماذا؟ هيئة المفعول، يبين هيئة الفرس عند ركوبي إياه. إذا كنت أركب الفرس، كيف كان الفرس؟ مسرجا، يعني كان عليه السرج. إذا المفعول الحال هذا يكون دائما اسما، يكون اسما ويكون منصوبا، لا يكون مخفوضا ولا يكون مرفوعا. ما وظيفة الحال في الجملة؟ لماذا نأتي بحال؟ نأتي بحال لنبين هيئة الفاعل أو هيئة المفعول أو هيئة المجرور أو هيئة المضاف إليه. ما معنى هذا الكلام؟ إذا قلت في قول الشيء جاء زيد راكبا، جاء فعل ماضي وزيد فاعل وراكبا حال منصوب بجاء وعلامة نصبه فتح ظاهر. راكبا من الذي قام به؟ من الذي نحظ به؟ من الذي يفعله في الجنة؟ يبين هيئة الفاعل قولا واحدا، هو النص في ذلك يدل على هيئة الفاعل عند حدوث الفعل. وإذا قلت ركبت الفرس مسرجا، مسرجا حال، يعني في قولك جاء زيد راكبا، راكبا حال، أين صاحب الحال؟ زيد، زيد عليه الصلاة صاحب الحال. لماذا؟ لأن الحال يبين هيئته، لأن الحال يبين هيئته. إذا كنت ركبت الفرس مسرجا، مسرجا حال، أين صاحب الحال؟ أساء أو متكلم؟ لا، لأن المتكلم لا يكون مسرجا، وإنما يبين هيئة المفعول. إذن الفرس هو صاحب الحال. تفهمون هذا؟ وتقول لقيت عبد الله راكبا، راكبا حال أيضا، يبين هيئة أي شيء، الفاعل أو المفعول. يحتمل أن يكون مبينا في هيئة الفاعل، يعني لقيت عبد الله راكبا، أنا لقيت عبد الله وأنا راكب، أما عبد الله لم يكن راكبا. أو يبين هيئة المفعول، لقيت عبد الله راكبا، أنا كنت راكبا وعبد الله كان راكبا. إذا يحتمل. ما الذي يبين؟ ما الذي يحدد السياق؟ المقال الذي استخدمت فيه هذه الجملة. فإذا قلت وأنا في السيارة لقيت عبد الله راكبا، إذن كنت هذا المخاطب يعلم بأني راكب، لأن الحال يبين هيئتي. وإذا قلت راجلا والمخاطب يعلم بأن عبد الله له سيارة، وأقول له لقيت عبد الله راكبا، إذن النقاط يدل بأن المفعول هو صاحب الحال. إذا الشخص جاء بثلاثة أمثلة ولم يأتي بها عبثا، جاء بمثال الحال فيه للفاعل قولا واحدا نص، جاء بمثال هو بقوله جاء زيد راكبا، وجاء بمثال الحال فيه للمفعول به قولا واحدا،
هو قولك لقيت لقيت الفرس مسرجا. وجاء بمثال الحال فيه يتعدى يحتمل ان يكون للفاعل وان يكون للمفعول به. والسياق والبقاء والحال هو الذي يحدد ويبين. هذا واضح؟ الحال هذا قد يكون من الفاعل اليس كذلك؟ جاء زيد راكبا. وقد يكون من المفعول لقيت الفرس مسرجا. وقد يكون من المجرور تقول مررت بهند جالسة. وقد يكون من المضاف إليه يعني تقول مررت بهند جالسة. أين صاحب الحال؟ هند. صاحب الحال مجرور أليس كذلك؟ إذا الحال قد يكون صاحبه مجرورا. وقد يكون صاحب الحال مضافا إليه كما في قوله أيحب أحدهم أن يأكل لحم أخيه بيتا بيتا. هذا حال. أين صاحب الحال؟ لحم أخيه 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 هذا لحم مضاف أخيه مضاف إليه أخيه مضاف الحال مضاف إليه. تفهمون هذا؟ أين صاحب الحال؟ المضاف إليه الأول لحم أخيه. افهم هذا جيدا. أي يحب أحدكم. الهمزة حمزة الاستفهام. يحب فعل مضارع مرفوع للتجرد من الناس والجاذب. وعلامة رفعه ضمة ظاهرة. أحد فاعل مرفوع بيحب. وعلامة رفعه ضمة ظاهرة. وهو مضاف. الكاف ضمير متصل بارز مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. الميم علامة جمع الذكور المخلاء. أن يأكل أن عقد نصب واستقبال ومصدرية الداخل من هذا الحال. يأكل فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه فتحة ظاهرة. لحمة وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو لحمة مفعول به منصوب